فطالما سحرت الديانة الزرادشتية الباحثين والمحبين لمجال الأديان من خلال الأفكار والعقائد والطقوس والعبادات الثورية اللي أتت بها تلك الديانة العظيمة في تلك العصور القديمة المليئة بتعدد الآلهة والعبادات الوثنية وغيرها، والأهم من كده الإجابات المنطقية اللي قدمتها تلك الديانة كحلول لأعظم المعضلات البشرية منذ وعي البشر، فأسئلة من نوعية أصل الشر وقيمة الحياة وقيمة الإنسان وغيرها من الأسئلة اللي كانت الديانة الزرادشتية أول الديانات اللي قدمت حلول منطقية ليها زي ما هنشوف بعدين. فيلا بينا بقى نحكي حكايتها. سريعا كده حابب افكركم وخصوصا للاول مره يتابعني اننا بدانا سلسله ببساطه بتسلسل خطي للاحداث من اول بدايه الكون وظهور البشر والحضارات وظهور الاديان، ووقفنا عند الحلقه 9 وقسمنا العالم الى 5 مناطق رئيسيه وهم زي ما احنا شايفين كده قدامنا في الصوره. المنطقه الاولى وهي منطقه الشرق الادنى القديم في اسيا او في غرب اسيا، المنطقه الثانيه هي منطقه شمال افريقيا وخصوصا الحضاره المصريه، اما بقى المنطقه الثالثه فهي منطقه الحضارات الاوروبيه، ورابعا منطقة حضارات جنوب شرق آسيا وحضارات الصين والهند، وأخيرا حضارات الأمريكتين وأستراليا. واتفقنا أننا هنحكي حكاية تاريخ حضارات وأديان كل منطقة من مناطقنا الخمسة الكبرى على عدة حلقات متسلسلة، وبعد كده هنرجع تاني لنفس المسار الخطي للسلسلة. وفعلا بدأنا من الحلقة 8 للحلقة 11 بحكاية تاريخ حضارات وشعوب أول منطقة من مناطقنا دول اللي هي منطقة الشرق الأدنى القديم في غرب أسيا، وحكينا حكاية تاريخها من أول ظهور البشر فيها حتى بداية التاريخ الميلادي، وتحديدا حتى عصر إمبراطورية الإسكندر الأكبر اللي اتفقنا إن هي هتكون النقطة اللي هنوصل لها من أول 3 مناطق رئيسية. وده ببساطة شديدة زي ما احنا شايفين قدامنا، لأن إمبراطورية الإسكندر قدرت تربط ما بين أول 3 مناطق من مناطقنا الخمسة الكبرى من آسيا ومن أفريقيا ومن أوروبا. وكمان بعد ما خلصنا حكاية تاريخ حضارات وشعوب تلك المنطقة بدأنا بحكاية كل الأديان اللي ظهرت فيها حتى بداية التاريخ الميلادي، وفعلا بدأنا بالأديان القديمة في الحلقة 13، وخدنا كمان الديانة اليهودية اللي هي أولى الديانات الشمولية اللي ظهرت قبل الميلاد فيها واللي خدناها من الحلقة 14 ل16، وهناخد بقى النهاردة زي ما اتفقنا ديانة جديدة منهم وهي الديانة الزرادشتية. معلش بقى طولت عليكم في المقدمة ديت، بس حبيت افكركم علشان نكون متابعين مع بعض. عشان نفهم كويس حكاية الديانة الزرادشتية لازم الاول نعرف تاريخها ونعرف ظروف نشأتها، والاهم من كده اننا نعرف حكاية تاريخ مؤسسها زرادشت، وبعد كده نبقى نتكلم عن اركان الديانة من افكار وعقائد وطقوس وما الى ذلك. بالنسبة لحكاية تاريخ الديانة الزرادشتية فزي ما عملت مع الديانة اليهودية هنعرفها الأول من خلال الكتاب المقدس اللي بيؤمنوا بيه اللي هو الأفيستا اللي هنشرحه كمان شوية، وبعد كده هنعرفها من خلال الأدلة العلمية والأركيولوجية، بحيث في نهاية الحلقة نكون كوننا صورة مترابطة عن قصة حياة زرادشت وعن تاريخ الديانة الزرادشتية. بالنسبة بقى لحكاية الديانة الزرادشتية ولقصة حياة زرادشت، فقبل ما احكيها لازم اوضح الأول نقطة في غاية الأهمية، وهي انه حتى الآن لا يوجد أي دليل أركيولوجي أو أثري يدل على وجود شخصية زرادشت، ولكن أغلب الباحثين بيرجحوا وجوده، وده نتيجة آثاره التاريخية وخصوصا كتاباته في كتاب الأفيستا. وكمان لازم أوضح أن كل معلوماتنا عن حياة زرادشت تأتي من كتاب الأفيستا. بالنسبة لقصة حياة زرادشت كما ترويها الأفيستا، فبدأت بمولده المقدس عندما ظهر ملاك لوالده وأعطاه غصنا من النبات المقدس عندهم وهو نبات الهومة، وأمره أن يعطي زوجته عصير هذا النبات، وفعلا أخذته زوجته وحملت بزرادشت وأنجبته، فكان طفلا مقدس أو طفل نوراني. ولكن طبعا دوت ما عجبش الشياطين اللي اختطفت زرادشت، ولكن سرعان ما أعادته الملائكة مرة أخرى إلى أمه، وكان وقتها لا يبكي مثل باقي الأطفال، بل كان شديد الضحك ويملأ المكان حوله ببهجة. المهم بقى أن زرادشت كبر وتعلم وكان شديد التأمل والفكر، والأهم من كده أنه كان كاره للآلهة المتعددة اللي موجودة في الوقت ده، وكان كاره للكهنة ولنفقهم وغيرها من الطقوس والعبادات الوثنية اللي كان فيها شعبه في الوقت ده. المهم أنه قرر العزلة والتأمل حتى يجد إجابات لكل تلك الأسئلة التي يفكر فيها. المهم ان في احد مرات تأمله او عزلته ظهر له كائن نوراني واخبره انه
رسول من عند خالق الكون أهو رمز ده، وإن هو جاي لذردشت لكي يصعد به ليقابل ذلك الإله العظيم. وفعلا أخذه هذا الكائن النوراني وعرج به إلى السماء. ودي بقى بالمناسبة بتعتبر أول إشارة لمعراج أحد الأشخاص أو أحد البشر إلى السماء في التاريخ، وكمان دي الإشارة أو دي الحادثة اللي جاي منها الرمز المشهور جدا للديانة الزرادشتية اللي هو احنا شايفينه قدامنا دوت، اللي هو رمز المعراج أو رمز الفارا فهار. وفعلا قابل زرادشت الإله أهورا مازدا اللي طلب منه أن يحمل رسالته إلى البشر وأن يدعوهم للإيمان به وأن يتركوا عبادة الآلهة المتعددة الوثنية. وفعلا ذهب زرادشت وبدأ يدعو الناس للإيمان بالإله الواحد المطلق أهورا مازدا، ولكن طبعا كحال باقي أصحاب الرسالات في بداية دعوتهم رفضه شعبه واضطهدوه ولم يؤمن به أحد لمدة 10 سنين كاملة. خلالهم كما تروي الأفيستا كان بيحدث لزرادشت ما يسمى بالرؤى اللي هو الوحي اللي كان زرادشت بيدونه، وهنعرف كمان شوية ان دوت الجزء الاول من كتابهم المقدس الأفيستا. المهم ان الوضع دوت استمر 10 سنين كاملة دون أتباع حتى آمن به ابن عمه اللي قدم لزرادشت أهم نصيحة في حياة وتاريخ الديانة الزرادشتية، وأمره أو طلب منه أن يترك دعوة الشعب أو العامة إلى ديانته وأن يتجه مباشرة نحو الملك، لأن إذا اقتنع الملك بديانة زرادشت فسرعان ما سيتبعه شعبه وتنتشر الديانة. وفعلا ذهب زرادشت إلى الملك الذي طلب منه أن يؤمن بديانته ويؤمن بالإله الواحد أهورا مازدا، وهنا بقى الملك وافق ولكن بشرط أن يناظر زرادشت الكهنة أو رجال الدين الموجودين دلوقتي، وهو ما حدث وتفوق عليهم زرادشت وآمن الملك بديانته، ولكن سرعان ما انقلب عليه عندما أوقع الكهنة لزرادشت عند الملك وأدخله الملك السجن. ولكن أثناء وجود زرادشت في السجن كما تروي الأفيستا مرض حصان أو جواد الملك الذي قال له زرادشت وقتها انه يستطيع شفائه بشرط ان يعود الملك الى الديانة الزرادشتية، وهو ما حدث بالفعل، ورجع الملك واعتنق الديانة الزرادشتية واعتنق جميع الشعب هذه الديانة واصبحت هي الديانة الرسمية لكل تلك البلاد في هذا الوقت. دي كده حكاية قصة حياة زرادشت وحكاية بداية الديانة الزرادشتية كما ترويها كتابهم المقدس الأفيستا. نيجي بقى للأدلة العلمية والأثرية ونربط الأحداث ببعض. بالنسبة أولا لزرادشت، فزي ما قلت من شوية أنه حتى الآن لا يوجد أي دليل أركيولوجي أو أثري على وجوده، ولكن زي ما قلت أن أغلب الباحثين بيرجحوا وجوده. أما بقى بالنسبة للديانة الزرادشتية فيعود أقدم ذكر ليها في التاريخ عند الكاتب أو المؤرخ الإغريقي هيرودوتس اللي ذكرها في القرن الخامس قبل الميلاد أو حوالي 500 قبل الميلاد أنها كانت الدين الرسمي للإمبراطورية الفارسية الإخمينية، اللي قلنا أن هي كانت مسيطرة على كامل المنطقة في الوقت ده. وبالمناسبة هيرودوتس دوت قال على كهنة الديانة الزرادشتية أو أطلق عليهم لفظ ماجي اللي منه اشتق كلمة ماجيك يعني سحر باللغة الإنجليزية، واللي منه أيضا اشتق كلمة مجوس اللي أطلقها العرب على كهنة أو رجال الدين الزرادشتيين. ولكن رغم كده فأغلب الباحثين بيرجحوا وجود زرادشت وبداية ظهور الديانة الزرادشتية في مكان غير منطقة فارس اللي منها الإمبراطورية الفارسية، وكمان لعصر أقدم شوية من عصر بداية الإمبراطورية الفارسية، وتحديدا في منطقة ميديا اللي احنا شايفينها قدامنا على الخريطة ديت في القرن العاشر قبل الميلاد، أي قبل 5 قرون من بداية ظهور الإمبراطورية الفارسية الإخمينية. وده نتيجة وجود عدة قرائن أثرية ولغوية بتدعم الفرضية ديت، وهي إن اللغة الأفيستية اللي كتب بها كتاب الأفيستا هي لغة شبيهة باللغة السنسكريتية، ودي كانت اللغة المنتشرة في منطقة ميديا في القرن العاشر قبل الميلاد، ده بجانب النقوش الأثرية اللي بتدل على أسماء ملوك ميديا كانت بتدل على أن أسماء الملوك دول بيرتبطوا بالديانة الزرادشتية، زي على سبيل المثال اسم الملك مزداكة اللي اسمه زي ما احنا شايفين مشتق من اسم الإله الزرادشتي أهورا مازدا. ده بجانب برضو عدة أدلة أخرى زي الديانة اليزيدية اللي آمن بها أحفاد الميديين وازدهرت في منطقة ميديا، لأن الباحثين دلوقتي بيعتبر
بيعتبروا ان الديانة اليزيدية مشتقة من الديانة الزرادشتية، وبالتالي بيرجحوا ان الديانة الزرادشتية زي ما قلنا من شوية ظهرت في منطقة ميديا. اجمالا وتلخيصا للكلام، اغلب الباحثين دلوقتي بيعتقد ان الديانة الزرادشتية ظهرت حوالي 1000 قبل الميلاد في منطقة ميديا، ومنها انتقلت الى الجنوب الى منطقة فارس، واعتنقها ملوكها اللي اهمهم الملك كورش الثاني اللي هو ملك الفرس، اللي بعد كده اسس الامبراطورية الفارسية الاخمينية اللي احنا عارفينها واللي شايفينها قدامنا على الخريطة، انها ضمت منطقة ميديا وكامل منطقة الشرق الادنى القديم. المهم ان الديانة الزرادشتية دي استمرت الديانة الرسمية لكل الامبراطوريات التي تعاقبت في منطقة ايران، زي الامبراطورية الباريثية بالثاء والامبراطورية الساسانية اللي شهدت الانتهاء الرسمي لتلك الديانة الزرادشتية حوالي 600 ميلادية على ايدي المسلمين. وبقول الانتهاء الرسمي لان المسلمين عندما دخلوا منطقة ايران ونشروا الاسلام فرضوا الجزية على من لم يعتنق الاسلام، وبالتالي هرب معظم معتنق الديانة الزرادشتية خارج ايران وخصوصا نحو الهند، وهكذا تضاءل حجم معتنق الديانة الزرادشتية حتى وصل في وقتنا الحاضر حوالي او اقل من 200 الف شخص. طيب تمام كده، دلوقتي احنا عرفنا حكاية الديانة الزرادشتية وحكاية زرادشت او قصة حياة مؤسسها زرادشت من خلال كتابهم المقدس اللي هو الافيستا، ومن خلال الادلة العلمية والاثرية والتاريخية. فاضل بقى حاجة اخيرة قبل ما نختم الحلقة، وهي قصة كتابهم المقدس الافيستا. مبدئيا كده الافيستا او الابسطاق باللغة العربية هو الكتاب المقدس الوحيد للديانة الزرادشتية، ومعناه في لغتهم الاساس او البناء القوي، وهو مكتوب باللغة الافيستية، ودي لغة شبيهة القرب باللغة السنسكريتية، ودي لغة الشعوب الهند اوروبية اللي حكينا بالتفصيل حكايتهم في الحلقة ال 12، واللي منهم الشعب الاري اللي استوطن منطقة ايران حوالي 1500 قبل الميلاد، واللي انقسم الى شعبين، شعب في منطقة ميديا في الشمال وشعب في منطقة فارس في الجنوب، زي ما شرحنا قبل كده بالتفصيل في الحلقة ال 11. المهم نرجع لموضوعنا لكتاب الافيستا. ايه بقى الكتاب دوت؟ مكون من ايه او عبارة عن ايه؟ كتاب الافيستا دوت مكون من 21 جزء او نسك بلغتهم، وفي اساطير كتيرة بتتكلم حول طريقة كتابته وحول حجمه، انه كتب بماء الذهب، وانه كتب على اكتر من 12000 قطعة جلود، وان معظمها ضاع في حريق الاسكندر عندما دخل مدينة فارس. المهم ان الجزء الاول منه او النسك الاول منه بيسمى اليسنة، ودي معناها في لغتهم التقديس او العبادة، ودي اللي جاي منها لفظ او فعل يزيد اللي معناه يقدس، اللي منه جاي الديانة اليزيدية. المهم ان اليسنة او الجزء الاول من الافيستا بيعتبر هو الاهم فيها، لان زرادشت كتبه بنفسه، وفيها بتتضح اهم الافكار والعقائد المتعلقة بالديانة الزرادشتية. هو في الحقيقة مكون من حوالي 72 فصل او هايتي بلغتهم، عبارة عن مجموعة من الاناشيد والتراتيل والصلوات الدينية. وبكده نكون خلصنا حكاية الديانة الزرادشتية وقصة حياة زرادشت وحكاية تاريخهم المقدس. باقي بقى لينا اهم شيء في الديانة الزرادشتية، وهي العقائد والافكار الزرادشتية، ودي طبعا بقى ما ينفعش نقولها بسرعة كده، لا لازم نخصص ليها حلقة ونفصصها، لان زي ما قلت في اول الحلقة ان العقائد والافكار الزرادشتية بتعتبر هي اهم العقائد والافكار الدينية المكتملة والاولى في التاريخ. ومش هبالغ لو قلت ان معظم الديانات اللاحقة للديانة الزرادشتية قامت عليها، بس طبعا كان لازم الاول نفهم تاريخ الديانة وظروف نشأتها، واننا نفهم تاريخ كتابهم المقدس وحكايته وحكاية مؤسسها زرادشت، علشان نفهم كويس حكاية العقائد الزرادشتية. فاستنوني الحلقة الجاية مع العقائد والأفكار الزرادشتية. بس كده، سلام.